تحت رعاية الدكتور محمد شريتاح أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي، تقيم مفوضية كشاف سوريا مكتب المرشدات اللاذقية احتفالية يوم الذكرى العالمي للمرشدات تحت شعار التشاركية من أجل التنمية. مسؤول عن محطة أفلاطون. أفلاطون هو برنامج تربية اجتماعية مالية للأطفال واليافعين، فحسب كل فئة عمرية بنشتغل معها على عدة محاور. هلأ هون عم نعلمهم شعار البرنامج اللي هو ميز بين الحقيقة والخيال، استكشف، فكر، تحقق، ثم تصرف. كل مجموعة عم ترسم لنا رسمة لتعبر عن الفكرة اللي عم تحكي عنها. قسمنا محور البرنامج عليهم وهيك عم يشتغلوا هلأ، فهلأ بدنا نطرحوا لنا الرسمات يلي هن نشتغلوها. نحن عم نساوي، نحن في عنا من ضمن المبادئ اللي عنا بالكشفية في قول لبادن باول بيقول إن الكشفية تبدأ بلعبة وتنتهي بمواطن صالح. فنحن من خلال اللعبة بنكون عم نوصل له فكرة للطفل إنه يكون متعاون، إنه يقدر يلعب مع الجماعة، إنه يشيل الخجل منه، إنه يعني يلعب كفريق، يلعب كمجموعة سوا. طبعا في منافسة واللي ما في منافسة بشكل أكيد. كمان في الألعاب فيها منافسات. هلا في عنا كتير مجموعة للألعاب، في شيء بيتعاون مع بعضه، في ألعاب فردية، في ألعاب ذهنية، في ألعاب على مستوى المنافسة اللي كانوا عم يلعبوها من شوي. حاليا نحن عم نعمل نشاط عن فرق العمل، جلسة حوالي ساعتين عم نحكي فيها عن أهمية فرق العمل ودوره، وخصوصي إنه الكشاف يعني هو في عديد أشخاص كتير وهنا عبارة عن فرق، في عنده أنشطة، فهذا الموضوع كتير بهمه. بأي مرحلة هلأ أنتوا وصلتوا؟ مثلا إحنا هلأ بلشنا لوحة الأمنيات للزهرات. وشو أكتر شيء الطلاب هيك الأطفال طموحاتهم يعني شو بيتمنوا أكتر شيء؟ أغلبيتهم بدهم يضلوا بالكشاف، يعني الأغلبية تعرف إحنا هون جو الحمد لله كتير حلو. أنا مستلمة لوحة الأمنيات للزهرات. عم تحطوا أمانيهم كل طفلة يعني؟ كل طفلة عم تحط أمانيهم. شو ميولهم بشكل عام؟ شو بيحبوا؟ هلا هو الأغلبية حاطين يكونوا بالكشاف، يعني يبقوا بالكشاف، إنه يكبروا يبقوا يصيروا قائدات بالكشاف. بالخطوة الثانية شو بدكم تساووا؟ هلا هي مراحل، أنا بدي يجوا لعندي دفعات مجموعات مثل ما هالمرحلة، وكل محطة إلى نشاط خاص فيها. يعني نحن اليوم بفعالية بمناسبة عيد الذكرى العالمي للمرشدات، اليوم نحن بختام هاي الفعالية حبينا نعمل تنمية ذاتية للزهرات والمرشدات من خلال بناء قدراتهم ومواهبهم، وهذا الموضوع كان بالتشاركية مع مدربين بالتنمية ومشاركة كمان البطركية ومبادرة إعداد القادة ومبادرة كمان أفلاطون وأفلاطين ومبادرون، هن شبكة مبادرون. فكانوا تفاعل مثل ما شايف أنت بمحطات، كل محطة رح عم يتعلموا منا شيء عن التنمية والتواصل لغة جسد. من خلال هذه النشاطات قدموا لنا بعض من الفعاليات، منها الرسم والمسابقات الرياضية والفكرية ومواقف صحية ودعم نفسي. شو عم تعملوا؟ عم نعمل رسمة مشان نميز بين الحقيقة والخيال. وميزتوا هلا؟ نحن كمان كلياتنا عم نرسم انه رجال عامل هيك، هون حقيقة وهون خيال، وانه الشمس هي الحقيقة وافرضاً هو الخيال. نحن عم نتعاون لنرسم انه كيف هو الكشاف انه عم يميز بين الحقيقة والخيال. عم اكتب انه يكون قائد بالكشافة. نعم، انهم كشافة سوريا، لغتهم السلام وحب الوطن وبناء جيل واعي ومثقف وحبهم للحياة.